الأسلحة الهجومية لن تكون عصا سحرية تقلب المعارك، وذلك باعتراف زيلينسكي نفسه. هناك معضلة العنصر البشري، ومن أجل ذلك أعلنت كييف التعبئة 8 مرات. زيلينسكي أقر قانونا يفوض الجيش للتعامل مع من لا يلبون النداء. في وقت بات صعبا العثور على مجندين جدد، تحول الأوكرانيون إلى صيد ثمين في أعين الشرطة، وسنشاهد ذلك الآن. كييف وضعت خطة للمرحلة القادمة، هي تسعى لتكوين جيش قادر على استخدام الأسلحة الغربية. القسم الأكبر تتولى دول الناتو تدريبه داخل أراضيها. بقية المجندين اختارت لهم كييف مدينة تشيرنوبل للتدريب في بلدة بريبيات المهجورة، وذلك قرب الحدود البيلاروسية النشطة روسيا. وبالحديث عن المواقع النووية مثل تشيرنوبل، أوكرانيا استخدمتها لحل مشكلة أخرى، مخازن الأسلحة التي تعد الهدف الأول للصواريخ الروسية. الاستخبارات الروسية اتهمت كييف بتحويل محطة ريبنسكايا مخزناً للأسلحة الغربية. موسكو تشاهد الأسلحة ولا تستطيع استهدافها، والتهور هنا قد يؤدي لكارثة نووية. روسيا إذن مقيدة نوعاً ما، وكذلك أوكرانيا. استهداف الأراضي الروسية لا يزال خطاً أحمر، فلم ينجح زيلينسكي في إقناع واشنطن برفع هذه القيود على استخدام الأسلحة. الدعم الغربي السخي؟ نعم، رسم جزءاً من مستقبل الحرب، لكن جزءاً آخر في رأس بوتين. مستشاره السابق أندري إيليا رونوف حاول الخوض في تفاصيله. Этап, который называется «Большая война». Это та самая большая война, которую я имел в виду год тому назад, когда во время обсуждения того, может или не может произойти наступление путинских войск на Украину, говорит, что тех войск, какие Путин накопил к тому времени на российско-украинской границе, на линии соприкосновения в Донбассе, недостаточно для большой войны. И 10 с лишним месяцев, прошедших с того времени, показали, что большой войны не было. То, что Путин готовит сейчас, и то, к чему он приступает, и, возможно, приступит в очень короткое время, действительно является большой войной.